السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا اليوم راح أسوي تجربة الانصهار. يكتسب الجليد طاقة حرارية. الحين عند جليد يكتسب طاقة حرارية وترتفع درجة حرارته، وعنده نقطة معينة تتوقف درجة الحرارة عن الارتفاع مع أن الجليد يكتسب طاقة حرارية. راح نضعه في درجة حرارة معينة ونرى ماذا سيحدث. والآن انصهر الجليد، وتسمى هذه الحالة التحول من الحالة الصلبة إلى السائلة، وهي درجة الحرارة التي يتم عندها تحول مادة من صلبة إلى سائلة، وهي درجة الانصهار. ودرجة الانصهار الجليد هي 0 سيليزيوم. كان عندنا هنا جليد تحول من صلب إلى سائل، وهذه هي عملية الانصهار. والآن راح نسوي تجربة التجمد، وهي التجمد عكس الانصهار، وهو التغير من حالة سائلة إلى حالة صلبة، ويحدث في السوائل المواد التي تكون باللورية في الحالة الصلبة. هذا عندنا سائل، راح نحوله إلى حالة صلبة. طبعا بعد مرور فترة زمنية تحول معنا من سائل إلى صلب، مثل ما تشوفون الحين تجمد. الحين تجمد، فعند تبريد السائل يفقد جزءا من طاقته الحرارية إذا تتباطأ حركة جسيماته ويتقارب بعضها البعض أكثر، فتزداد قوة التماسك بين هذه الجسيمات وتشكل باللورات المادة الصلبة. ونلاحظ أن عملية التجمد هي عكس الانصهار. الحين كان عندنا سائل، الحين صار صلب، وهذه هي عملية التجمد.